وبعدين يا مو، لأنت بدك تضل هيك من غير ضنا؟ ومن وين بتجيب الضنا يا مو؟ من مين؟ من هاي الحوبة؟ لا مو من هاي الحوبة. لا كان من مين يا مو؟ من رويدة بنت عمها. رويدة؟ ايه يا مو، رويدة هي مجربة وبتجيب ضنا، وربع البيت وربع المزرعة يصيروا إلك. عم تحكي من حقها يا مو؟ إلك يا مو، عم بحكي من حقها. تكبر قلبي، والله أنا حاسة من زمان إنه على مقوصة آخرتها إلك. والله هو يا مو بيني وبينك، أنا صفنت كتير بهالقصة بعد ما انعدم بالطاعة، بس يعني قلتك هي بتوافق. يو يصح لها، وليش ما توافق؟ مو أحسن ما تضل أرملة تضحك بعبة إذا بصح لها عريس مثلك؟ تكبر قلبي، والله شايفتها قاعد هيك قدام رجليك وعم تغسل لك يا هون بالطشط. لا بس يا أمو، المشكلة هي راسها يابس، راسها يابس، بعدين ما بتطينا مثل عمتها أم الضاح. سبعت أمك، سبعت أمك، أنا ما بطي سيرتها، اسمها بزنزل بدني. انسيها يا أمو، انسيها بنوب، لا تحطيها ببالك. اسمعي يا أمو، أنا رح أحكي مع صهرك عبدو مشان يفرجيها العين الحمراء من أولها، هي ما بتجي إلا بالرص. لا يا أمو لا، رويدة مثل ما قلت لك راسها يابس، بالأول نجيها بالهداوة لأنه هي ما بيشتغل معها العنت. راسها يابس، راسها اليابس أنا بدي كسر لها إياه. بعدين يا أمو، بعدين أنت خليها تصير عنا هون، بعدين اعملي فيها اللي بدك إياه. والله وصرتي تحت صرمايتي يا رويدة خانو. بس والله ماني عارفان يا أمو شو بدي ساوي بسالم بيك. شو بدنا نقول له يعني؟ بنت أخته ما بتجيب أولاد، بعدين شو؟ أنت خايف منه؟ لك لا يا أمو لا، مو قصد خايف منه، بس يعني والله الزلمة مفضل علينا. يو العين الطراءة، هو وهالفضل لا مفضل علينا ولا شيء، بكفي بلانا هالبلوى اللي اسمها سلمى خانو. بعدين يا أمو سالم بيك له معارف كتير وعلاقات بالدولة. يعني هو لساته بيك ولا شلحوه البكوية؟ مزبوط شلحوه ياها يا مو مزبوط، بس لسه له علاقاته ومعارفه. وإذا لعبت لك بعقلات سلمى وخليتها تقود لخالها إنه هي ما بتجيب أولاد، وإنه هي مشتهية تجوزك مشان تجيب أولاد، وإنه هي اللي عم تنقى عليك مشان تتجوز. بتعرفي يا مو، لك علي الحلال أنت لازم يعملوكي مختار. لا، لك لا شو مختار؟ لك أنت لازم يعملوكي حكم دار. لك يلا ما خلصتوا؟ ايه يلا خلصنا. لك انتو فهموني شو عم تساوي جوا؟ انا الفرن عم بعبي، يلا افتحوا. زكية 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 زكية، لك شو بك عم بتصرخي؟ ما عم تخليني اعرف اتغندر. يو الفرن لعب بعبي مو مزبوط؟ ارسل مخلل يا ابيض. علي عمي يا بتفخر، مثل الجبن يا الفت، ارسل مخلل يا ابيض. علي ابو عشاش، لك مين هالحرمة اللي ماشي مع رشدي؟ والله يمكن رويدة. لوين رايحين يا ترى؟ يلا اختي عاوزة شي؟ سلام قلبك. امتى اجي اخذك؟ بعد شي ساعة. ان شاء الله. خاطرك، مع السلامة. مرحبا عقيد. اهلين ابو عجاش، شلونك؟ الحمد لله داعي لك. طمني، شلون الشغل بالحاصي؟ مستورة والحمد لله. ليك ابو عجاش، بدك تدير بالك منيح، هي أمانة والأمانة صعبة. ولا يهمك عقيد، أنا بعجبك. أبو ضاي، ترباية أبوك الله يرحمه. تعيش. يلا عاوز شي؟ سلامتك عقيد. الله يسلمك، إذا بدك أي شي بتجي لعندي دغري. كفو والله عقيد، أنت قد وقدود. السلام عليكم. الله معك. سبحانك يا الله،
قطعت لي قلبي. سلامة قلبي. الله يسلمك. شلون بتتركي لي نايم لحالي وبتنسي هو؟ أمك فيقتني مشان أشطف أرض ديار، لأنه اليوم عنا استقبال لحريم الحارم. ليه وينها أمي؟ راحت تشق على سميحة قبل ما يجوا الحريم. أيوة. يعني أنتي لحالك هو؟ وضاح؟ إيه عيون وضاح. هلا بتجي أمك. اتركي هالمشي من إيديك وطلعي ناويني وعي. يا الله هلا بتجي عمتي وما بتلاقيني مخلصة شطوف. عم بقول لك اطلعي يعني اطلعي. انا ما بدي حدا بالحاره يجيب معدلنا بالعاطيل. يعني شو بدهم يقولوا هو بنت الدويلاتي عم تروح وتجي وتخفي على كيفها؟ يا باطل. لك انت متاكد انك شفتها فاتت على بيت عمتي ام وضاح؟ لك انا شلون؟ يعني بلا ما نقودي رايحه على البيت والبيت ما في حدا، بقى شو رايحه تساوي هنيك؟ ما بعرف ما بعرف. عقلي الحلال رح تجنني هالرويده، لك رح بتطق لي عقلي. الناس بلا للناس يا ابن عمي، يعني مين ما شافها رايحة بده يظن فيها مشكل ملون ولا أنا غلطان؟ لا ابن عمي ما لك غلطان، لك علي الحلال أنت غيران علي وعلى شرفي وعلى عرضي وعلى كرامتي أكثر مني بخاطرك. طب محجوب يستر على عرضك، هي حربة مكسورة، احكي مع حبر منيحة. منيح؟ لك أنا منيحة، أنا منيح، لك هي ما عاد يزبط معها غير الذبح. ليش هيك عم تساوي؟ لا يا عبدو لا لا يا ابني لا ليش هيك؟ فوتي فوتي على بيتك فوتي وسكر الباب. تعال يا عمي على المضافه تعال. عمي الله يوفقك خليني اخذ اختي وروح. لا تعلق على المضافه. لا تعال 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 معي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ويلعن الشيطان وساحته. بدها تسقي لهم زريعه وتشطف لهم ارض ضيار. ايه عجبك؟ اسمعي يا مو شو بدي لك. شو يا مو؟ أخوكي صفوان بده يتجوز رويدة. صفوان؟ شيخ هلأ شو فيها إشكال؟ أختك راحت لبيت عمتها بغيابه وشطفت لهم البيت. يا عمي أبو لطفي الله يوفقك ويرضى عليك، أختي من بيتنا ما بيصير تطلع من دون إذني. إشكال هيك؟ أختك ما أجت لوحدة على البيت، أخوك رشدي هو اللي جابها أنا شفتها. لو كان عقيد لو كان شو هالحكي هاد؟ اختي ما بصير تفوت على بيت ما في حدا، بدك الناس تجيب معدلنا؟ ابن عمك صفوان هو اللي معبي لك راسك هو. لا 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 صفوان ما دخله. لا دخله. انا شفته عم يلاحقهم من بعيد لبعيد.
لعنة الله عليه هذا صفوان، طوال عمره ما حضر فتنة وشر. الفتنة أشد من القتل يا ابني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك أنت ليش عم تضرب أختك؟ لك اسكت ولا؟ أنا عم قلت لك اسكت. يا جماعة. وعجاج أول ما عمرك عقيد. ربي يا سيدي. أول ما لطفه فيه يا رب. كرمال الله سامحيني. لا أخي لا، أنت ما دخلك، ما لك ذنب اللي صار. بلا الحق علي، أنا ما خليتك تقولي لعبده أنه بدك تيجي لهون. لا تقبرني لا، أنت ما لك دخل. هو عبده قلبه معبى علي، هو وفيقه وبيت عمه. طب من شان شو؟ ما أعرف. قومي يا أختي قومي. رويدا، شو رأيك نعيش أنا وياكي هون ببيت عمتك؟ هيك وهيك البيت فاضي. لا أخي لا، ما بترك امك واختك تحت رحمه هدول الانجاس. لا اي والله معك حق. يلا اختي قومي اطلعي البسي ملايتك. الله يهديك يا صهري على هالعمله. حرام، اتركها تروح عن بيت حماها. شو عليه؟ ما بصير يا مرت عمي، ما بصير. هذا كان بيت حماها وهلا بطل، خلصنا من هالطابوسه. شو اخذها لهنيك؟ اف وبعدين الله يكون بالعون. انت ناقص رويدا وقصص رويدا. لك اخ يا مرت عمي اخ، الله وكيلك انت فخ قلبي. صهري مريني مرت عمي. شو رايك تجوزها وتريح حالك؟ ايه ابن عمي، جوزها لرويدا. يا ريت، هو انا طالع بيني شيء. الحق معك تقبرني، المشكلة إنه أرملة، البنات ما عم ينفقوا، كيف الأرامة؟ قلتك أرملة. صهري شو رأيك أحكي لك مع صفوان؟ بركي ها بركي بيرضى يتجوزها. آه صفوان؟ إيه يعني إذا تجوزته بركي بتجيب لها شقة ولد، منه بتلتهي فيه ومنه بترتاح شوي. يا ريت أخي صفوان يقبل يتجوزها. مرت عمي، هلا صفوان هو قال لك انه له خاطر برويدا؟ لا تقبر، هو ما له خاطر لا برويدا ولا بغيرها. بس يعني انت اذا بدك انا بخليه يطابق معنا. شو رايك؟ ليش لا؟ صفوان شب قبضاي ومعدل ومن لحمه ودمه. يعني احكي معه؟ ايه مرت عمي احكي معه. بس والله خايفه. من شو خايفه؟ يعني يقوم هو يقبل يتجوزها وهي ما توافق تتجوزه. ما بدي يصير معه مثل هذيك المرة. ما بدي. لا لا، هاي المرة غير هذيك المرة مرت عمي. هاي المرة أنا الآمر الناهي بالموضوع، جي أنا ولي أمره. أي يعني احكي وقوي قلبي. أيامه احكي احكي أنت مع صفوان ونحن هون بنقنع على رويدا. أي ولا يهمك، أنا بدي اسمعها من جوزك، هو الرجال، هو صاحب الحل والربط. شو قلت تقدر مرت عمي؟ إنالك احكي، أنا الآمر الناهي. شيء